مجال عملنا نحن نشتغل في المجال هذا من 17 أو 18 سنة. فبنقعد الصبح بنطلع على قصر الزل وبنجي الظهر أو تالي النهار بنجيبه لهون بنشتغله حسب الطلب، يعني حسب كل شيء بده حسب طلبه. فبشكل عام نحن بنشتغله عرض مترين طول 5 أو عرض مترين طول 3. عندك نوعين قصب، قصب جوي وفي زل. هذا اللي حاليا اللي ورانا هذا زل. تستخدم هاي الحصر اللي عم نشتغلها نحن لشمسيات قدام محلات، للمطاعم، للمسابح، حسب كل واحد ما يلزمه. وتعتبر تكلفتها أخف بالنسبة للواحد التوتي أو القرميد. طبعا كانت هاي مجال عملنا في قلعة المضيق. بعد ما تهجرنا من قلعة المضيق نقلنا مجال عملنا لهون على جسر الشغور، والحمد لله هي طبعا مجال عمله صعب، ولكن نحن تأقلمنا على هالمجال هذا كونه يعني صرنا نشتغل فيها لفترة زمنية طويلة.